اسمك؟ عم بيور زينة. انت اسمك ايه؟ صالح. صالح ايه؟ صالح طه سيد. قول لي عم صالح، السوق ده ايه؟ السوق ده عبارة عن غواي، الغواي بتاع الحمام، بتاع الكلاب، بتاع العصافير، بتاع القطط، زي سوق مصر، زي سوق السيدة عائشة، زي سوق الشرقية، زي سوق منصورة، زي سوق اسكندرية. الكلاب دي مش طالبة. بنسافر مصر ونجيب لا مؤاخذة حمام، فعندنا الحمام هنا، نجمع بعضنا ونبيع الحمام هنا في حتة. عندنا برضو كلاب، نبيع هنا في الكلاب هنا. في جرمان. جرمان. بيوصل من 1000 جنيه، 1200، 500. في كلاب بيتبول بتوصل 2000 جنيه. اللي هي أشرس كلاب العالم. بتتوزع هنا، بتتباع هنا؟ بتتباع هنا. اسمها ايه؟ بيتبول. بيتبول. في كلاب بلادور. في كلاب لا مؤاخذة لوت فايلر. في كلاب دونواي. في كلاب بلولوش، شواوا. يعني جميع انواع الكلاب. والاعمار السنيه طيب؟ الاعمار السنيه من كبير لصغير. في واحد طالب كبير اللي حطه في مزرعه. وواحد طالب صغير ربيه في بيته. طب الاسعار دي اللي انت بتتكلم عليها اللي هي تبدا من 1000 وطالع، بتلاقي حد يشتري؟ في موجود. موجود الناس تشتري. طب انت قلت لي في تعابين، في زحالب، في فران بيضة ملونة، في عصافير. ده كله موجود جوه السوق. جوه السوق. طب مين اللي بيبيعه؟ مين يعني مين اللي بيجي هنا السوق يعني؟ على ولا اللي بيجي ياخد؟ لا، اللي بيتاجر. المحافظة كلها، المحافظة كلها، من السوق ده عام كده، من مغاغة لدير مواس. لدير مواس. انت ماسك ايه في ايدك يا عم؟ انا ماسك قطة. ده نوعها ايه؟ انواعها ايه؟ قطة شراز. اسمها ايه؟ قطة شراز. شراز. قطة بيت. شراز. مطعمة ضد السعار، ضد ده، ضد ده.